مشاهدينا، الرقابة ودورها وأثرها على الثقافة والأدب وأيضا الفن والإعلام موضوع في كل وقت يتم تداوله. طبعا تجد المنتسبين لهذه المجالات يلقون دائما باللوم على مقص الرقابة ودوره في تضييق الخناق عليهم وكبح حرياتهم، وأيضا يقولون دائما أنها تحجب الإبداع. في المقابل يرى الرقيب بأن الجهة الأحق والأقدر على اختيار الصالح العام ومنع ما هو غير مناسب للمتلقي والمجتمع بشكل عام وفق أسس ومنهج واضح لا يسمح بتجاوزه. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الدكتورة نورية الرومي، أستاذ النقد الأدبي الحديث في جامعة الكويت وعضو لجنة مراقبة الأعمال الدرامية في وزارة الإعلام، وأيضا الدكتور معدي مهدي العجمي، أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية جامعة الكويت وعضو لجنة رقابة الكتب في وزارة الإعلام. حياكم الله معنا ونورتونا. الله يحييك. مساءكم الله بخير. مساء النور. ياكنا شكاوي منهم. أول شيء مساء الخير. سعداء باللقاء معاكم. الله يسلمك. شاكرين لكم هذا اللقاء. حياك الله دكتور. الله يسلمك. احنا في الحلقات الماضية أو الأسبوع الماضي استضفنا بالمجموعة ويعني الفريق من الحلقة النقاشية اللي سووها في جمعية المحامين، وقالوا بكل صراحة والتقارير موجودة بأن الرقابة للأسف ما عندها أجندة واضحة ولا عندها رؤية واضحة، والقوانين دائما تكون ضدهم، ما شافوا أي شيء بالنسبة لهم إيجابي. كلام شديد ها دكتورة. تفضل الدكتور. تفضل. لك لا بعد تفضل. طبعا أنا سعيدة حقيقة بعني بلقائكم. حياك الله. ويعني أنا أمثل شخصي، طبعا أكيد ما أمثل وزارة الإعلام لأن وزارة الإعلام لها طبعا قياداتها، ولا أيضا أمثل اللجنة، اللجنة لها رئيسها ولها يعني ذي، أمثل شخصي يعني البسيط عضو في هذه اللجنة. أنا ما شفت اتهام، أنا سمعت الآن تراكم من اتهامات. شفتي؟ يعني تراكم يعني وليس اتهام يعني واحد. أنا لا أعتقد يعني دولة الكويت بصورة عامة يعني وما قطعته من يعني دور علمي وثقافي وحضاري ويعني منهجية في جميع المجالات تنتهي إلى لا شيء في مثل هذه الاتهامات. يعني ولا أعتقد وزارة الإعلام تحديداً إن ما يكون عندها يعني رؤية وعندها فلسفة يعني لأي عمل يعني فيها، وبالذات الرقابة. يعني عندما أنا يعني تشرفت بالعمل يعني مع زملائي في اللجنة، أول شيء استلمت منهم كتيباتهم تحدد لوائحهم ونظمهم وشروطهم، شروط العمل وشروط أيضا الجهات الرسمية في التعامل مع هذه اللجنة. والآن يعني على أي مستوى تحتاجون تشوفون؟ لا بشكل عام دكتورة، لما قرأتي هذه الكتيبات شفتيها عادلة؟ طبعا. أنت مع كل هذه القوانين يعني اللي الكتاب يسمونها تضييق؟ شوفي، هو يعني لازم كل 5 سنوات في كل المجالات حتى في جامعة الكويت أيضا يعيدون النظر يعني في خططهم، برامجهم، قوانينهم. وهذه يعني النظم اللي وضعتها وزارة الإعلام بالنسبة للجنة اللي أنا يعني أعمل فيها مستمدة من يعني جهتين. الجهة الأولى يعني ما نص عليه الدستور في نقاط تتفق مع الدستور. جميل. والنقاط الثانية أيضا يعني وزارة الإعلام حطت يعني رؤيتها. هذا كله من ناحية الدرامية. أنا أتكلم عن اللجنة فقط. يعني في بشكل عام. المسلسلات. جميل. المسلسلات أيضا حطت يعني نقاطها وفق رؤيتها وفلسفتها. ما في جهة الآن تعملين فيها ما عندها رؤية وفلسفة لعملها. يعني هذه الرؤية لا تكون يعني دائما، وإنما كلما مر يعني فترة يعني من يعني مراحل هذه تعيد نفسها وأيضا تتجدد. بدليل إن إحنا الآن في هذه اللجنة عندنا أيضا يعني مشروع جديد للائحة، وأيضا يعني درسناها يعني مع بعض، عدلنا فيها الفاضل يعني الرأي القانوني في وزارة الإعلام. نعم. وسوف تطلع أيضا لائحة جديدة للتنظيم.
جميل. فتمام، مو معقولة يعني، ما في عقل يصدق أن العمل يعني فوضوي بهذه الصورة اللي أنتم الآن سمعت من ألفاظكم فقط. نعم، أنا بأسأل أيضا دكتور معدي، حياك الله دكتور، وأبي ردك على الأمر أو اتهامات الكتاب في القوانين الموضوعة في من خلال أعمالهم الكتابية والكتب. يعني ماني عارف صراحة يعني المقصود يعني بالقوانين. نعم. قانون المطبوعات. نعم. والنشر. نعم. هذا هذا الموضوع دكتور، احنا في البرنامج وخلال ثلاث مواسم استضفنا العديد من الكتاب. نعم. من الأسماء الكبيرة إلى أسماء الشباب. الشكوى واحدة، الكل يشتكي، الشكوى واحدة أن القوانين الموضوعة تضيق الخناق ولا تسمح بالإبداع. أنت رأيك؟ لا إطلاقا، يعني صراحة القوانين يعني لا تحد من الإبداع. نعم. الإبداع وسقف الحريات يعني مكفول بالدستور الكويتي. والكويت بلد الحريات، حرية التعبير وحرية الاعتقاد وجميع الحريات مكفولة بالقانون في إطار القانون. نعم. الحريات يجب أن تكون في إطار القانون، ليس فقط في الكويت، في جميع دول العالم يجب أن لا تكون هناك حريات مطلقة طبعاً. إنما تكون حريات في إطار القانون. أنا ما أقدر أطوف الإشارة وأقول أنا حر، الكاميرا راح تصورني وخالفت قانون المرور. نعم. ما أقدر أبني بيتي خمس أدوار وقانون البناء ما يجز لي ذلك، يعني في احنا هذه حدود. لكن دكتور يعني المطاطية بالقوانين دكتور، ما خلينا بس النقطة يعني. نعم. يعني في قانون للمطبوعات والنشر اللي موجود امامنا. نعم. يعني اللي هو ما شاء الله ضيوفنا جاهزين جايبين كتبهم ومطبوعاتهم. هذا قانون المطبوعات والنشر لعام 2006 فيه المحظورات، محظورات يعني النشر. واعيد عليك نفس السؤال، لما قرات انت مع المحظورات المكتوبه ام ترى ان هناك مبالغه فيها؟ لا لا لا، لا توجد مبالغه، بالعكس هذا قانون. اول شيء وزاره الاعلام ولجنة رقابة الكتب لا تصدر القوانين. نعم. نحن جهة تنفيذية، اللي يصدر القوانين مدها السلطة التشريعية. أنا لا أدعي أن القانون كامل. نعم. لكن إذا كان هناك حاجة لتعديل القوانين وتطوير. نعم. القوانين من 2006 دكتور عفوا. أوكي لا معنى، لا يمنع ذلك. هل نقح عدل؟ لا إطلاقا لا يمنع ذلك من تعديل وتنقيح وإضافة وتعديل القوانين، بس اللجوء إلى السلطة التشريعية والقنوات الصحيحة لتعديل القوانين، وليست وزارة الإعلام ولا حتى لجنة رقابة. نعم. الكتب. احنا جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية. دكتور احنا يعني بدنا نطرح أكثر حقائق يعني من ضيوفنا، بنشوف بعض مع بعض يعني تقرير عن آراء بعض ضيوف البرنامج في حلقات سابقة ورأيهم حول الرقابة. الآن ما فيها مش حرية، الآن نحن نعيش في عصر الظلام الحقيقة، كل شيء حرام، كل شيء ممنوع، كل شيء كذا. لكن لا توجد مصدرة واضحة للمنع وللمحاذير، كل لجنة تضع محاذيرها وهذه أيضا مشكلة أخرى. المنع هذا يعني وين ما نروح احنا برا الكويت، يعني لو استضافوني بالخليج وبرا الخليج وكذا منتديات أدبية، أول سؤال يقول لك ايش فيها الكويت؟ يعني احنا رقابة عندنا، انا يتهيأ لي يعني بتصور انها هي ورقة سياسية لا اقل ولا اكثر. اللي قاعد يصير من لجنة الرقابة مؤخرا يعني يدعو الى التساؤل. احنا اخر جيل محظوظ لحق على فتات الكويت الحقيقية. من القارئ اصلا يعني؟ هل القارئ فعلا هو انسان هش يتأثر على طول باي شيء يقرا؟ من اقرب اسباب المنع اللي يمكن بالعالم اتوقع يعني، لانه كان مثير للغرابة، كان الإساءة للأوضاع السياسية والاجتماعية في الكويت، إساءة القبائل، إساءة للطائفة معينة، إساءة كذا، إساءة المعارضة. في مكة، في جرير مكة موجود. ليش؟ مجاز بهالدول. أي ما اتهم بخدش الآداب العامة، إذا لماذا يتهم كتابي بخدش الآداب العامة في بلدي؟ تشددت الرقابة، تشددت. وهذا الشيء اللي يعني الواحد يحزن الواحد للأمانة. كناشر وكمؤلف أيضاً. نعم. يعني أعاني من هذا الشيء. نعم. هاتفت رئيس لجنة التظلم دكتور فلان الفلاني. نعم. عندي في المكتب الفلان الفلاني سعود. نعم. ويريد أن تظلم. اكتشفت أنه ليس لديه علم بأنه رئيس لجنة التظلم. ما يدري. من ثلاث شهور ما يدري، ما عنده خبر. نعم. لا من ثلاث شهور صدر قراره وما عنده خبر. لو كان هامش الحرية أكبر لكان الإنجاز أفضل وأكثر جودة. إذا شعرت بأنه أنا حر. نعم. سأقول.
هذه كانت آراء ضيوفنا من حلقات سابقة في برنامجنا بالكويتي. دكتورة، يعني شفتي أجيال كانت موجودة في التقرير هذا، في فرق كبير بين قبل والحين، السابق والحالي؟ أنا طبعا أوافق على هذا الكلام، لأن يعني نتكلم عن عصر ذهبي، العصر الذهبي لعصر الستينيات إلى منتصف الثمانينيات، هذه فيها مساحة الحرية واسعة جدا، يعني الكويت كانت منارة علمية وثقافية على مستوى يعني الخليج، بل صدرنا الثقافة من الكويت إلى يعني خارج الكويت للوطن العربي. صحيح. من خلال مجلة العربي، مجلة عالم الفكر، غيره. حتى المسلسلات دكتور. حتى المسلسلات. نعم. في ذلك الوقت جيل مختلف، أولا يعني جيل مثقف تماما. التيارات التي يعني تسود في ذلك الزمان تيارات انفتاحية، تيارات يعني تنويرية، تيارات أيضا يعني متواصلة مع الفكر العربي والثقافات العربية. من منتصف الثمانينيات انحسر هذا المد يعني، ويعني بدأ يعني ينمو مد آخر، هذا المد الآخر هو يعني الذي يضيق على المجتمع، يضيق على المرأة. أنت كأنك قاعد توافقين الكلام يا دكتورة. لا، أنا في فرق. نعم. ما بين يعني مجتمع يعني الآن تغير. نعم. وبالتالي يعني من المساحات الواسعة من الحرية والفكر والثقافة إلى التضييق الآن لسيطرة فكر معين على المجتمع وعلى أيضا جهات مهمة من السلطة في البلد والدولة، فزحف هذا حتى على الجامعة وليس على يعني الذي، فالبلد تعيش تحت تيارات تقريبا سيطرت على البلد، لكن ليس يعني يكون هذا منا احنا او من مثلا اساتذه الجامعه او من وزاره الاعلام او 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 غيره، وبالتالي مجتمع ثقافته يعني صارت بهذه الصوره، وبالتالي يعني تنحد من حرياته يعني؟ يعني احنا الان حتى في الجامعه على سبيل المثال، بالاول الجامعه لها استقلاليتها. نعم. الجامعه لها حريتها العلميه والاكاديميه، يعني على بكل بساطه يعني بالاول ما في تدخل يعني في الجامعه، الان مجلس الامه يتدخلون في كل بحث علمي تقريبا، في كل محاضره، في كل كتاب، هذا يمنع، هذا لا يجوز، وتصير امور اسئله برلمانيه. نعم. يعني احنا نحاول ان يعني ان يعني نحفظ للجامعة استقلاليتها، أن نحفظ للبحث العلمي يعني حريته وأكاديميته، أن نحفظ للأستاذ الجامعي في محاضراته يعني أن يكون بهذا الشكل. هذا ليس العيب في الجامعة. نعم. كما إذا الآن أقيس عليها ليس العيب في الإعلام، صار بالمجتمع، إنما هذا مجتمع نحسه يعني لما ينحسر هذا المد ويأتي مد تنويري حتما سيختلف الوضع. إذا هنا اللوم ليس على مؤسسة وليس يعني على جامعة أو على وزارة أو على لجنة، أكبر من شركة. على مجتمع. نعم. يعني لأن هذه التيارات يعني موجات قاعدة تتعاقب، ولهذا يعني بدأ الآن يعني هذا التيار المتشدد إلى حد ما بالانكسار، ولهذا أتوقع أنا يعني المستقبل يكون القادمة. أفضل. نعم. من هذا الحال. فإذا أنا أريد أن أقول أن يعني ما يعني هذه الضوابط الموجودة يعني أنا جيت وجدت، أنا يعني ما ساهمت في صنعها. نعم. أنا أعتقد أن هي يعني موضوعة يعني تبعا يعني للظروف المحيطة، ورغم كل هذا يعني أنا يعني أقولك بكل صراحة، اللجنة اللي عملت أنا فيها لم تلتفت يوما لأي سؤال برلماني، ما أكثر الأسئلة البرلمانية التي وردت لوزارة الإعلام، لكن لم يعرض علينا أي سؤال برلماني، يعني بدليل أن هي تحاول الوزارة أن تحصن اللجنة هذه. نعم. وبنفس الوقت أنا أقرأ من الصحافة يعني ذي، فأنا أفصل ما بين يعني الجهد المبذول في أي لجنة من. نعم. يعني اللجنتين، وما بين سعي الوزارة أو اللجنة لأن يعني يمتد الإبداع، لأن لو انحنت لا قتل الإبداع. دكتور، احنا مضطرين نطلع فاصل، وبعد فاصل راح تكون إجابتك دكتور معدي مهدي العجمي، خلكم معنا. نعم. مستمرين معاكم بموضوع الرقابة سواء كانت في الدراما أو في الكتب مع دكتورة نورية الرومي وكذلك الدكتور معدي مهدي العجمي. دكتور، يعني كتب معينة
كتاب كويتيين نبي نقراها، للأسف تمنع من الكويت فنضطر نسافر برا ونشتريها. بعدين لما نقراها نتفاجأ بأن يعني المنع هل هو كان بسبب كلمات معينة ولا بسبب الفكرة بشكل عام؟ فظلمت منه بالضبط؟ ظلمتني ولا ظلمت الكاتب ولا ظلمت منه؟ نعم، في بعض الكتب يعني يسمح يعني بانتشارها في الكويت وتمنع في مثلا في بعض دول الخليج، والعكس صحيح. حصل ان انتشر بالكويت ومنع بالخليج؟ في كتب تسمح الرقابه باجازتها في الكويت، نعم، ولا يسمح باجازتها او نشرها مثلا في مثلا الامارات او مثلا في السعوديه او في قطر، والعكس صحيح. والعكس صحيح، كل دوله لها قوانينها، ليست فقط دول الخليج، الوطن العربي، دول العالم. يعني حتى بعض الكتب والمطبوعات في دول الخليج او في الوطن العربي لا يسمح بانتشارها في بريطانيا او في امريكا، بل حتى الجمعيات والاحزاب، هناك احزاب وجماعات تجاز وترخص في الوطن العربي وتعتبر جمعيات محظوره او ارهابيه. فكان هذا شيء طبيعي، هذا امر طبيعي، هذه من نقطه. النقطه الثانيه هي الفكره، هل المنع للفكره أم للكلمة؟ نعم. هناك من طرح أن يجب التركيز على الفكرة وليست على الكلمة. إحنا في الرقابة، في لجنة رقابة الكتب، نركز على الفكرة وعلى الكلمة. يجب أن تكون الفكرة سليمة ولا تخالف القانون، ويجب أيضا تكون الكلمات المستخدمة كلمات صحيحة ولا تجرح، ما فيها تجريح ولا فيها سب ولا فيها لعن ولا فيها قذف ولا فيها أمور إباحية. بالضبط. لا. فإحنا نركز على القضيتين، قضية الفكرة. هناك من تكون لديه فكرة صحيحة وسليمة ولكن يستخدم أسلوب أو عبارات غير صحيحة، فلا يستطيع توصيل الفكرة بالطريقة أو الوسيلة السليمة، والعكس صحيح. هناك من يدس السم في العسل بكلمات جميلة ولكن الفكرة تكون فكرة خاطئة أو فكرة فاسدة ومضرة، تمزق المجتمع وتنشر الطائفية وتفرق المجتمع الكويتي. احنا ما نوافق طبعا على هذا الشيء. يعني كلمه الابداع او قضيه الابداع، احنا مع الابداع، ولكن تجاوبت عليه. ولكن هل من الابداع نشر ثقافه الكراهيه في المجتمع؟ هل هذا ابداع؟ انا اسالكم، انتم تسالون من اليوم تسالون. رد الكتاب دائما دكتور معدي على هذه النقطه بان هذا واقع احنا قاعد نعيشه، وفكر واساسا فكر موجود، وانا ما اكتبه يعكس حقيقه المجتمع. لا بالعكس، يعني يقولون كانكم انتم تبون تجملون المجتمع وتسوون المدينه الفاضله، لكن مثلا يعني اي فكره من الافكار اللي انت طرحتها فعلا موجوده والناس حاسه فيها وعايشتها، شنو ردك؟ نعم يعني احنا بالعكس، احنا مع يعني عكس الواقع ودراسه الواقع والدراما او الكتب او الروايات اللي تعكس الواقع، لكن أن أشوه سمعة الكويت وصورة الكويت في الخارج وأقدم صورة غير صحيحة عن المجتمع الكويتي وتقاليده وقيمه الأصيلة، طبعا ما نوافق على هذا الشيء. أن مثلا يعني مثلا العقيدة الإسلامية، أن أخالف العقيدة المعتقد مثلا أو الذات الإلهية أو القوانين الكويتية، طبعا ما في إبداع. نشر الطائفية يا جماعة ما ليس إبداع، نشر الطائفية. تقولون إذا مو عاجبك هنا بروح انشر برا. تنشر برا بس ما يسمح لك، ما يسمح ولا ينباع. اي ما ينباع، يباع في الكويت. لان في لان انت تخالف، يعني تخالف قانون المطبوعات، قانون النشر والمطبوعات في محظورات مذكوره ومحدده. اذا اراد الناشر او المؤلف او الكاتب لكتابه او لروايته ان تنشر ويسمح لها، يجب مراعاه هذا القانون. هذه قضيه اساسيه. اما يعني ان نقول ان هناك سقف للحريات وقتل للابداع، هل مخالفه القوانين هي ابداع؟ الابداع ان تلتزم بالقوانين. هل نشر ثقافه الكراهيه في المجتمع ابداع او الطائفيه؟ هل نشر الفكر الارهابي والتكفيري في ابداع؟ لكن بطريقه اجتماعيه، بطريقه هادفه توعويه، نوصل الى هدف دكتور. لا ما في لا باس، احنا يعني مو الغايه تبرر الوسيله. بالضبط. ولكن لا، انا ما اقصد هذا ابدا، لكن اقصد بانك انت بتطلع المشكله والحل والنتيجه. لا باس، في بطريقه لا تخالف فيها القوانين ولا يكون فيها هناك تجريح ولا اساءه لسمعه الكويت الخارجيه ولا اساءه للعلاقات الكويت مع دول الجوار، الدول الصديقه والدول الشقيقه. يجب مراعاه القانون في محظورات يعني واضحه كل الوضوح.
أو قد يقال أن هناك نوع من يعني عدم الوضوح، أو أن في بعض العبارات مطاطية. مثلا هي قضية مثلا خدش الحياء العام. هذا كم يسولف فيها؟ شنو المطاطية اللي فيها الحين؟ والله القانون ما هو مطاط، القانون واضح وضوح الشمس. ايش تقصدون فيها هذه بالضبط بتفاصيلها؟ لا يفترض هذا السؤال يوجه لمن يدعي ان القوانين فيها نوع من انها فيها يعني عدم وضوح. نعم. بالتالي ياتي لقضية الآداب العامة او خدش الحياة العامة ويقول هذه قضية يا اخي يتعرضون لقضايا صراحة يعني مخلة بالأداء. بس المطاطية أكثر شيء يمكن تكون في الأمور الدرامية، يعني أنا بذكر اسم يعني الكاتبة هبة حمادة قالت موضوع ومهم صراحة، وإحنا نشوفها سالفة الأطفال اليهال، أطفال الإشارة الحمراء غير الكويتيين يعني مع الأسف، ويبيعون منع هذا العمل. منعته وعصبته، وليش عصبتي دكتورة؟ لا أنا ما عصبنا للناس، أنا بثني على رأي الدكتور. نعم. النقاط اللي أثارها. نعم. يعني ترى ناس عليها الدستور عدم التعرض للذات الإلهية والأديان السماوية والشعوب يعني. والإنسان يعني نعم. بغض النظر عن جنسيته، فهذه أيضا الدستور هذه مخالفة دستورية إلى لقانون. يعني هبة حمادة يعني أول شيء يعني أنا سمعت الفيديو اللي بعثوا لي. نعم. لم أحضرها، يعني وضعت يعني سيل يعني من الاتهامات والنقاط. أول اتهام يعني قالت إنها يعني اللجنة منعت ثلاث حلقات يعني لها من نصها، هذا غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. هي ثلاث حلقات يعني وضعنا عليها ملاحظات فقط، وهذه الملاحظات نضعها عادة على أي نص نجد فيه، ويعني بعض الأمور على أن يعاد لنا بعد ما يصلح. ساعة في أحيانا إذا بسيطة لا يعاد للجنة، بس يتعهد الكاتب بالإصلاح. وأحيانا نطلب الإعادة، وبالتالي يعني هبة حمادة من كتبت إلى اليوم وأنا موجودة في اللجنة على الأقل الفترة اللي أنا فيها. نعم. لم يمنع لها أي شيء. ممتاز. هذا أول شيء. ولا حلقة. ولا حلقة. وهذه الحلقات اللي تكلمتها يعني عنها هي ملاحظات فقط وليس حلقة. هذه هي الملاحظات. هذه هي الملاحظات وهذا هو القرار. هذه هي الملاحظات يعني على أن هي تعمل التعديلات. هي قدمت خطاب يعني طلبت سحب هذه الحلقات. أولاً هي قدمت يعني نصوصها في تاريخ 15 يناير 2017 من بداية العام. نعم. وقدمت لنا تقريباً 15 حلقة فقط. الـ15 حلقة احنا فعادة ما نقبلها، نقبل 30 حلقة يعني على أساس أن يكون العمل متكامل. جميل. ولكن أيضاً اللجنة تجاوزت وتساهلت مع هبة حمادة وأخذت الـ15 حلقة. نعم. كنوع من يعني دعم اللجنة للكاتب الكويتي أو الكاتبة. هو ممنوع أن يكون 15 حلقة دكتورة؟ احنا نتقبل 30. 30؟ كيف تحكمين على العمل متكامل؟ يعني رجيو سبيتشا كان أقل من شيء لكنه كان عمل رائع. لا لا إذا 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 حلقاتها 15 تنتهي لا مانع. يعني لا أنا أتكلم إذا هي تقول أنا أقدم يعني هل الحلقات وسوف يعني أبعث لكم بقية الحلقات. نعم. هي قدمت 15 حلقة فقط من أصل 30. من 30. نعم. وتقريبا كان بعشرة أو 15 يناير، وبعد هذا لم يرفض لها من يعني حلقاتها شيئا، فقط طلبنا التعديل وهذا هي التعديلات. نعم. هذه هي التعديلات. نعم. على أن تعود لنا يعني ذي. هذا شيء. الشيء الثاني الطفل اللي تعرضت له في هذه النصوص. نعم. يتعارض مع يعني يكون يعني الكويت بلد الإنسانية. الأمير يعني حفظه الله الآن أمير الإنسانية في العالم. هذا الموجودين بالشارع. ما حتى لو موجودين. نعم. موجودين بقلة وليس بظاهرة. لا والله ظاهرة يا دكتور. لا لا الدراما والعمل الإبداعي دائما يكون يعني يمثل يعني الظاهرة 50% فما فوق يعني. إذا أردنا نفهم ما هي طبعا يعني مفهوم الظاهرة للدراما. نعم. وايضا لا مانع انا عندنا من ترى التعرض لاي ظاهره. احنا عند يعني انا شخصيا او زملائي في اللجنه. نعم. احنا نعترض على الاسلوب وطريقه الكتابه، يعني نجيب محفوظ
في مجموعة دنيا الله تعرض لهذا حنظل شاب من الشبان في مجموعة دنيا الله. نعم. هو يفترش الأرض يعني فقير عند عربة أيضا يبيع فيها بالشارع مدمن مخدرات. ولكن كيف عرض نجيب محفوظ يعني هذه يعني شخصية. حول أولا يعني عرضها من باب الحلم وليس من باب الواقع مطابق الواقع. بعدين تعامل معها مع الشرطة بحيث أنه تحول هذا الإنسان المدمن إلى إنسان سوي، وهذا البائع الفقير تحول إلى بقالة يعني يفتح فيها، وأصبح وأصبح وأصبح. إحنا مو ضد الفكرة، الإبداع يختلف يعني مو بهالطريقة هذه. نعم. الإبداع هو عادة يعني لا يكون مطابق للواقع تماما، إذا كان مطابق للواقع يتحول إلى تاريخ أو توثيق. الإبداع خلق من هذا الواقع وليس مطابقة الواقع. نعم. ولهذا إحنا ليس ضد فكرتها أساسا. نعم. وأيضا لم تأتي في باقي النصوص. أنا اليوم تفاجأت بالصحافة إن هي كملت حلقاتها ومثلت، هذه أيضا مخالفة ثانية. عندنا اليوم اجتماع ورحت سألت اللجنة. هسه بتوقفون المسلسل؟ لا لا أنا 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 لا أنا لا إحنا لا نملك نوقف، لا إحنا دورنا بس قراءة. يعني اللي بيوقف هاي وزارة الإعلام دورها. يعني بهذه الحالة أيضا يعني إحنا مع الإبداع يعني ومع يعني الكاتب مع الأجيال، إحنا نبي صف ثاني من الأجيال في الكتابة. لكن أنا أيضا إذا وقفنا لها كيف خلصت الآن واليوم في ولم يعني تجاز ما كملت، لم يعرض علينا أكثر من 15 حلقة. أنا قاعدة هيك كلمة بعدها اليوم أنا سألت في الاجتماع فقالوا إن هي ما كملت، واليوم الأحد أول أمس جابت الباقي. يعني إذا جابت الباقي أول أمس الأحد بهذه الحالة، أولا رأي الإعلام من خلال قرائها، بعدين يعرض على اللجنة. نعم. وإحنا نقرأ لوحدنا ونأتي برأينا، نطابق رأينا مع رأيهم، وبالتالي الرأي جماعي. نعم. فهي لم تأتي، لم نقرأ لها شيء، لم نقرأ في يناير فقط. نعم دكتور وضحت الفكرة جدا، بس احنا عندنا فاصل، بس قبل الفاصل لازم تقول كلمة دكتور معدي. أنا شفتك تصلح شيء وتعدل شيء. لا بس أنا بس لو تسمح لي، العفو دكتور. اتفضل. يعني حتى يعني هي لما مثلا طبعا هذه رسالتها اللي تقدمتها بيناير، أيضا فكرتها تتعارض مع يعني القوانين الطفولة. يعني احنا طلعنا يعني مثلا النصوص مالت يعني الطفل فوجدناها تتعارض، وهذه هي ايضا يعني موجوده عندنا نقدر نشوفها بعد طبعاً. دكتوره. نعم. دكتور انا بس حبيت اكد على ان الاصل في عمل لجنه رقابه الكتب بوزاره الاعلام، الاصل هو الاجازه طبعاً. اجازه الكتب وليس طبعاً. الاصل هو المنع. 95 أو أكثر من 95% من الكتب والروايات تجاز. فهناك من يقول أن والله يعني الرقابة في وزارة الإعلام الأصل عندها هو المنع، وهذا كلام مخالف للواقع. يعني أنا أيضا ودي أتكلم عن قضية، يعني هناك من يقول لا داعي إطلاقا لوجود الرقابة نهائيا نهائيا، هناك من ينادي بعدم وجود أي رقابة ويترك الأمر بين الكاتب وبين الشارع، والرقابة شيء تربوي. نعم. دكتور هذه فيها تفصيل، نأخذ فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع لك تفصل لنا بهذه النقطة المهمة بعد الفاصل. كملين حوارنا وموضوع الرقابة. دكتور معدي، دائما الكتاب يأكدون بأن كل كاتب لديه رقابة ذاتية، وأنه يمكن أن يتحكم فيما نقول يكتب بوجهة نظرة أنه مسموح ومقبول من المجتمع. ما هو رأيك بهذا الرأي؟ والله جميل جدا صراحة أن يكون يعني هناك رقيب داخلي وضمير حي. نعم. ومراقبة يعني قيم المجتمع وقوانين المجتمع، هذا شيء يعني جميل جدا. لكن أن نقول أو نكتفي بوجود الرقابة الذاتية ونقول الكاتب والمؤلف يطرح الكتاب والشارع الشاب المراهق أو الطفل ويختار ما يناسبه. نعم. ولا حاجة لوجود الرقابة، هذا كلام غير صحيح صراحة. خاصة عفوا دكتور مع انتشار السوشيال ميديا. نعم. أنت يقول لك
يقول لك أنا أقدر أكتب اللي أبي، أنت ما تقدر تمنعني، فإذا ليش أساسا في رقابة؟ حاليا الزمن اختلف. أنا راح أنتقل للسوشيال ميديا يعني نعم. والنشر الإلكتروني، بس خلينا نركز على قضية وجود الرقابة الذاتية. نعم. هناك نوعين من الرقابة، رقابة داخلية أو ذاتية ضمير حي، وهناك يجب أن تكون أيضا هناك رقابة يعني خارجية. حلو. وجميع المهن، جميع العاملين، معلمين، أطباء، عسكريين، لابد من وجود رقابة على عملهم. نعم. لا أحد يعمل بدون وجود ضوابط وقوانين ومراقبة. كلام سليم. الاعتماد على الرقابة الذاتية، خلونا لماذا يوجد تفتيش في المطارات والحدود؟ الأطعمة الفاسدة يا جماعة، التاجر يستورد الأطعمة الفاسدة والمستهلك هو الذي يحدد ما يناسبه، ولا داعي لرقابة وزارة التجارة. أو المخدرات، التاجر يأتي بالمخدرات والشارع هو يحدد. هذا كلام معنوي ومادي. لا الآن خطورة القيم والأفكار والمعتقدات والإرهاب والتطرف على المجتمع لا تقل عن الأطعمة الفاسدة أو المخدرات. نعم. يجب أن يكون هناك أيضا، كل دول العالم تراقب، دول العالم قاطبة، حتى في دول العالم المتقدمة تراقب كل ما ينشر. هذه أمور مادية دكتور، وما قاعد يراقبون المادة، ما قاعد يراقبون فكري وعقلي. أي كتاب أو أي رواية في أي دولة في العالم تخضع للرقابة. اليوم حتى المسجات العادية والاتصالات في دول العالم، سافر الأمريكا بجهازك يراقب حتى الصور وكل ما يكتب وكل ما يقال. يجب أن نكون حريصين على سلامة المجتمع، كل شيء يجب أن يخضع للقوانين. طبعا ليست رقابة تعسفية، إنما رقابة تخضع حسب وفي إطار القانون. فأنا مع وجود الرقابة، لكن ليست الرقابة المتشددة. نعم. إنما الرقابة الوسطية المعتدلة التي تستند على قوانين واضحة ومحددة التي تهدف إلى المصلحة العامة وحماية المجتمع وتماسك المجتمع. جميل. يعني كلامك حلو دكتور، يمكن نختلف، لكن أنت بالأخير عندك قوانين تحب أنك تمشي فيها على الرؤية. وعندي حرص على مجتمعي وحب صراحة لوطني، وأن لا تكون الحريات مطلقة، ويجب أن يكون يخضع ذلك لقوانين محددة، قوانين محددها طبعا المجتمع والمشرعين. المجتمع بدع بالسوشيال ميديا، إيش رأيك بما ذكر؟ السوشيال ميديا اليوم ممكن تحصل على أي كتاب PDF في أي موقع. صحيح. وممكن وهذه حجة بعض الكتاب أن أنت تمنع، لكن هذا لا يمنع العمل من الانتشار. نعم، لكن من يقول أنه لا يوجد قانون للنشر الإلكتروني؟ كل دول العالم الآن تطبق، كما أنه نعم. هناك قانون للمطبوعة. نعم، الآن التوجه للنشر الإلكتروني أكثر من النشر الورقي والكتاب نعم. الورقي نعم. لكن أيضا هناك قوانين تحدد النشر الإلكتروني، كما أن هناك قوانين تحدد النشر المطبوع أو الكتب والروايات. فهذا يعني موجود، الكاتب بإمكان أي كاتب أو مؤلف أن يكتب روايته وينزلها في PDF في أي موقع في السوشيال ميديا، وممكن أنا أنزلها، لكن هو أيضا يخضع للمساءلة. لا يعني هذا إطلاقا أنه لا يخضع للمساءلة. نعم. تغريدة يسأل عليها. أحسنت. نعم. إذن حتى الآن النشر الإلكتروني في قانون، والكويت طبقت هذا النشر، قانون النشر الإلكتروني، وهذا شيء جميل أن يكون هناك قانون، وليست الكويت فقط للأمانة، كل دول العالم تطبق هذه القوانين حتى في النشر الإلكتروني. بشكل عام. نعم. دكتورة، إذا نرجع على مسلسلات الكويت قديمة، يعني خلينا نقول مثلا سبعينيات ثمانيات، في بعض المسلسلات تعتقدين أن لو كانت تقدم إلى الوقت الحالي هذا حاليا راح تمنع؟ لا، ما أعتقد نهائيا. يعني أنا يعني راجعت أو اهتمامي في هذه المسلسلات من زمان قبل هذه اللجنة، لأن الكاتب في ذلك الزمان يعني مبدع في الكتابة، القضية المطروحة. والحين مو مبدعين دكتورة، الحين مش مبدعين. المشكلة أن الآن يعني الكتاب يعني الكبار الرموز توقفوا، اللي عندهم يعني خبرة طويلة في الكتابة،
يعني الحاليين تقريبا مع احترامي للبقية الباقية من إذا يعني الجيل القديم يكتب مع احترامنا له، لكن احنا في اللجنة نشجع الكاتب يعني الجديد، نخلق يعني جيل من الكتاب كصف ثاني. هذا المطلوب. لأن اللجنة يعني ليس هدفها المنع، وايضا النصوص اللي يعني احنا في كل اسبوعين نطرح 12 نص تقريبا، فيعني لو نعمل احصائيه للمسموع يعني راح تلاقي رقم خيالي. وايضا المبدا اساسا في هذه اللجنه ليس المنع، اللي اولا الملاحظات على امل التعديل. ادله تعال اي ما يعني نعطي فرصه مره ومرتين بهذه الحاله. نعم. لو الهدف المنع كان منع طبعا من اول يعني ذي. انا اختلف فقط يعني في اسلوب الكتابه، في فهم مصطلح الابداع. مصطلح الابداع ترى يعني الابداع موهبه وليس كتابه او تعلم، هذا شيء. انظر انا لكل يعني المسرحيات اللي استطيع يعني مشاهدتها حاليا ويعني من السابق، يعني نقاط النقد اللي فيها، اولا النقد يعني راقي، ثانيا النقد ليس فيه تجريح او هجوم، بعدين الكاتب يعني عارف لعبه الكتابه او فن الكتابه. ويعني اقول مره اخرى كل ما هو يعني تقريبا يعني وضعنا عليه ملاحظات، ايضا لو الكاتب يعني عنده موهبه عاليه جدا يستطيع ان يعيد كتابتها بما هو يعني يسمح له بالمرور. نحن نضع النقاط له، نحن نساعد على هذه النقاط على يعني أمل أنه يعيد في التصليح ويعيد لنا في القبول. في يعني نقاط لا يمكن يعني موافقتها عندما تمس يعني في نصوص تيين يعني مس في الذات الأميرية. نعم. في نعم. المكتسبات الديمقراطية في أمور كثيرة في هذه مخالف. الحالة يعني إحنا يعني هذه لا يمكن أن نسمح يعني والنصوص المسرحية هي خطورة المسلسلات يعني ليست كما الكتاب. الكتاب ينتقيه المتعلم أو المثقف. نعم. أو على الأقل كبير السن. هذه المسلسلات تخترق بيتك دون استئذان. نعم. يشاهدها الجميع، هنا خطورتها. دكتورة عفوا بس يعني تكملة على السؤال، الكاتبة هبة حمادة ذكرت يمكن مسلسل خالتي قماشة، قالت لو هذا المسلسل نص هذا المسلسل عرض حاليا سيتم منعه، لأن بيقولون هل هناك أم تراقب عيالها بالكاميرات وهذا يمكن نشر لفكر غير حضاري أو مثلا أخلاقي. أو أولا يعني المسلسل بمنتهى الجمال هذا. نعم. وصل للدول العربيه ايضا يعني. ثانيا طريقه المعالجه دراميه اكثر مما هي يعني الجانب الهجومي اللي ممكن يعني. نعم. هنا لعبه المبدع الكاتب. وعلى فكره ترى تم هجوم عليه في ذاك الفتره، يعني راهنوا انه ما راح ينجح لكنه نجح. لا او ينجح وسوف يظل يعني ينجح إذا الكاتب متمكن. نعم. أي فكرة يطرحها حتى لو ممنوعة. نعم. في أسلوب آخر وهو أسلوب الرمز. يلجأ للكاتب. نعم. المبدع ويمكن يمر يعني على اللجنة إذا ما عندها يعني تعمق في النقد وفي الرمز. نعم. يعني ومر وجاءت نصوص لنا وصار في اختلاف بالرأي فيها ووقفناها بدون نقاش لأن فيها يعني صراحة مساس في الذات. نعم. الأميرية طبعا. نعم. ولهذا لما الأساتذة يعني فتحنا الرمز يعني تكشف يعني من المقصود يعني هذا. تبيكم تصيرون شارلوك هولمز وتدورون بالأسرار طبعا. لهذا يعني اللجنة ليست يعني بدايتها المنع. نعم. ليس هدفها المنع. دكتورة. ليس هدفها يعني قتل يعني طموح الشباب في الكتابة. هذه وضحتي دكتورة بكثرة. نعم. عفوا بس دكتور بعد كل ما يمسك القلم ويكتب احس عنده شيء. لا انا مستمتع صراحة يعني. لا تفضل ممكن نسمع منك كلمات. نعم. أخيرة. صراحة أول شيء للجنة رقابة الكتب بوزارة. نعم. الإعلام. نعم. هي يعني لجنة رقابة على اسمها وليست لجنة منع. تحكيم أو لجنة منع. تقييم. نعم. أو لجنة منع. نحن لا نقيم يعني المستوى العلمي أو الأدبي أو الفني للكتاب أو للرواية، هذا راجع للكاتب نفسه.
احنا عندنا قانون، احنا نطبق قانون، عندنا قانون ومحظورات. نقول للكاتب او للناشر او المؤلف يجب الا تتجاوز هذه المحظورات، ولك مطلق الحريه في ابدع 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 على راحتك. هذه قضيه. القضيه الثانيه، هناك من يقول ان لجنه رقابه الكتب تتجاوز القانون وتتعسف في تنفيذه. نعم، ما هو على كيف صراحة لجنة رقابة الكتب أن تتجاوز القانون، مع أن موجودة نخبة صراحة من الزملاء في التخصصات التربوية، وأيضا من يعني المجلس الوطني والثقافة والفنون، وهناك يعني من ممثلين ل يعني المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني. وهناك تظلم أعتقد دكتور، يعني أحسنت. أنا نعم. كنت أريد أن أبين هذه الفكرة. لجنة رقابة الكتب فوقها لجنة أخرى اسمها لجنة التظلمات. نعم. إذا لجنة رقابة الكتب تعسفت في التنفيذ أو في تطبيق القانون، يستطيع المؤلف أو الكاتب اللجوء إلى لجنة التظلمات ويأخذ حقه ويجاز كتابه. نعم. وهناك أيضا المحكمة الإدارية، تصور يعني ثلاث مراحل، لجنة رقابة الكتب، وفوق لجنة رقابة الكتب لجنة التظلمات. نعم. وهناك المحكمة الإدارية، يستطيع الكاتب أو المؤلف اللجوء للمحكمة الإدارية إذا كان إذا لم ينصف أو إذا كان في ظلم أو في تجاوز أو تعسف في تطبيق القانون. نعم. فلجنة رقابة الكتب لا تستطيع أن تتعسف أو تتجاوز القانون. جميل. وإحنا على ثقة بهذا كله. أكيد أكيد. نعم. دكتور. دكتورة نورية، كلمة أخيرة. يعني أولا يعني إذا اللجنة اتخذت قرار هي لم تصنع اللائحة. جميل. يعني القانون، احنا فقط يعني نطبق اللوائح المعمول بها في الوزارة. نعم. يعني ليست من اقتراحنا أو ذي، إضافة إلى يعني تحيتي لكل زملائي في اللجنة الذين يقرؤون كل أسبوعين 15,000 صفحة لعشر مسلسلات. كل غير أعمالهم الأخرى، كل حلقة 40 أو 50 ضربيها ب30، إما الحلقة 1200 أو 1500، فتخيلي 15,000 حلقة نقراها في أسبوعين، وتراكمات. نعم. تراكمات يعني من يعني النصوص، يعني جهود يعني كبيرة. نختم يعني معك دكتورة يعني لها. نعم. فأنا تحيتي طبعا يعني لهم أولا، ثانيا أن اللجنة لم يعني تتجاوز يعني اللوائح، اللجنة لم تقف يعني أثر يعني في وجه المبدع، وأيضا بنفس الوقت يعني في ثلاث مراحل للمنع، ليس البداية الماضي، القراءة، المراجعة، الملاحظات. دكتور عفوا، خلاص وقتنا دكتورة. نعم. نعم خلاص دكتور الوقت، ويعطيك العافية، وإن شاء الله تكونون وضحتوا كل النقاط، والمشاهدة طبعا يعني استفاد من هذا اللقاء. لا جميل أنه كان هناك رد من الرقابة. نعم. على كل ما يقال أو كل ما يثار عن الرقابة. نحن أيضا نشكر تواجدكم معنا في حلقة اليوم وكل التوضيح. نحن سعداء أيضا، شاكرين لكم صراحة. الله يسلمك. شكرا لي وياك. شكرا للدكتورة نورية الرومي، أستاذ النقد الأدبي الحديث في جامعة الكويت، وعضو لجنة مراقبة الأعمال الدرامية في وزارة الإعلام، وكذلك الدكتور معدي مهدي العجمي، أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية جامعة الكويت، وعضو لجنة رقابة الكتب في وزارة الإعلام. شاكرين لكم. نكون وصلنا لآخر حلقة اليوم. نلقاكم إن شاء الله باكر على خير، ومع السلامة. مع السلامة.